عاملة ايه يا حبيبتي؟ عاملة ايه مع سعاد الحية مستر اكس؟ الحمد لله، بس تعبانة يا ماما. بعد الشر عليك من التعب. انا مش عايزة اتكلم، انا ساكتة اهو لغاية ما تجيلي بنفسك وتقولي جاي يا ماما. اعمل ايه؟ اسمتي ونصيبي. لا ما تقوليش كده، اسمتك ونصيبك. خدي كلي كلي يا حبيبتي. شكرا يا ماما. اسمعي الكلام اللي هقوله لك كويس. لو الست دي ادتك لقمه قولي لها لسه واكله، تديكي عصير قولي لها والله ما عايزه. حط عينك في وسط راسك عشان خاطري. اللي انت بتقوليه ده مش للدرجه دي يا ماما. لا للدرجه دي واكتر كمان، ابوس ايدك تسمعي كلامي. بقول لك ايه، انا قررت ارجع الشغل تاني، على الاقل استريح من وشها طول النهار. دي عقرب عقرب وقلب يا بنتي، هي قاعده لك ما بتروحش الشغل كده؟ والله يا ماما بقالها كتير قاعده في البيت، بس بتهيألي لما تعرف ان انا رجعت الشغل تاني اكيد هتنزل. ما هي اصلها قاعده في البيت عشان تقرفني وتطلع عينيا. طلعت عينيها الاتنين في يوم واحد، يا رب يجيلها كسر في العصب البصري يا رب. انا من رايي تسمعي الكلام وتروحي شغلك من بكره، مالكيش غير شغلك. الو، ايوه يا طنط سعاد. هو انت كمان هتخافي من بدر؟ لا 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 خالص، اقول لك افتحي الباب وخطي من فوق عادي يعني. لا والله انا خلاص قاعده في الجنينه ومش هينفع اقوم. اوكي باي يا روحي. الو، ايوه يا محمود، الحقني يا محمود، الاسد واقف قدام الاوضه وانا مش عارفه انزل اروح شغلي. النسكافيه المظبوط لست الكل. ميرسي يا حبيبتي. تعالى هنا. طالع فجاه كده على فوق، انت رايح فين يا فندم؟ الدكتور محمود كلمني عشان اطلع اجيب بدر من قدام اوضه مدام شرف. طب روح انت وانا هتصرف. تعليمات ساعتك يا فندم. صباح الخير. اهلا وسهلا. ازيك يا فؤاد؟ عامل ايه؟ الحمد لله يا فندم. ازاي ما عليك؟ اتفضل. الحمد لله ماشي الحال والله. ازيك يا فندم؟ كان معايا رقم قومي عايزك تكشف لي عليه. تحت امرك. احنا الاثنين. شكرا، تسلم. اهو الرقم اهو، اتصل بقى بيه وشوف هيرد ولا لا. ان شاء الله خير. دي اسمها سعاد عبد الله دياب. صح صح. شوف لي كده بقى سيده جابر البرعي. سيده جابر البرعي. البرعي. دي كانت سوابق عليها سابقه وهربانه من السجن. كانت هي بانت على الكمبيوتر انها تابت يعني يا فندم؟ دي توفت. توفت؟ ممكن تشوف نفسك. اتفضلي. سيدة جابر متوفية؟ حلوين قوي معرفش منين، طعمين قوي معرفش منين، حلوين قوي معرفش منين، طعمين قوي معرفش منين.
واجع قلبك في البروفات ليه؟ عمال تحرق بنزين على الفاضي. دي لاشفة ناشفة ناشفة إلا ما في عربون سبوع. هي الناس بطلت تتجوز بتتطلق بس؟ لا، الناس ما بطلتش تتجوز، احنا بس اللي من خيبتنا ما حدش قادر يهاوب ناحيتنا. ليه بقى ان شاء الله؟ كنا جربة ولا كنا جربة يعني؟ لا مش جربة، بس اتفقنا، بس بسبب عمايلك السودة والمهببة وقفت حالنا. انا؟ وانا كنت عملت ايه يعني؟ عملت ايه؟ رئيس الخشت وابنه عايض دايين يلفوا في المنطقة بيقولوا ان جالك لطف. هي اللي جالها لطف؟ امال هم جالهم ايه؟ دول ولاد مجانين، ده عرق مجانين ماشي في العيله كده عمال يجري ورا بعضيه. ما هي الناس معذوره برضه يا لوزه، انت ما شفتيش عملت فيهم ايه يوم ما كانوا عندنا هنا؟ هي كانت عملت ايه يعني؟ جابت مطه واديت له في قلبه؟ يغور يا اخويا وابوه، مش لازمنا. هنعمل ايه يا راجل في البوابه المفتوحه ورا والفلوس اللي عماله تخرج دي وما فيش حاجه داخله؟ ونعم بالله. بس وبعدين؟ بقول لك ايه؟ انا هروح لابني اقول له اديني قرشين اكمل بيهم باقي الشهر. لو عملت كده تبقي طالق. جرى يا راجل، وانت كل ما تزعل مني تطلقني؟ هجيب محلل منين دلوقتي؟ احنا خلصنا على كل اللي نعرفهم. ما هو انت اللي اتجننتي، عايزانا على اخر الزمن نمد ايدينا لابننا ونقول له هات لله يا محسنين. احنا نديله لكن ناخد منه لا. ابني وكبرته وعلمته وخليته سيد الرجاله، لما يكبر ويمسك شغلانه رزقه بقى يبقى ليا. انا اولى من الغريب. اما اموت يبقى روحي لابنك خدي منه اللي انت عايزاه، انما طالما انا على قيد الحياه ما بديش ايدي لابني ابدا. بعد الشر عليك في ايه؟ انت بتزعل كده ليه؟ الله اكبر، بيت مفتوح بحسك يا اخويا. بس ابني مش حد غريب، ده ابني الوحيد. بس انا هقول لك حاجه، احنا نعمل حفله كبيره هنا ونخلي فوتنا تغني كده وتجلجل فيها عشان حتى نمنع الاشاعات. حفله ايه وهنقول بمناسبه ايه؟ اللي يسالك قولوا له طور. ايه رايك بقى؟ انا مش هسيبك قبل ما تحددي ميعاد للخطوبه. ما تعقل يا كابتن مهند، خطوبه ايه؟ هو احنا لسه صغيرين يا راجل؟ انت ما فاضلش من راسك غير السوالف. طب ايه رايك بقى انا هعمل لك حفله خطوبه ما شافتهاش مصر كلها؟ والسبع فنادق بتوعنا اللي في انحاء الجمهوريه هيحتفلوا معانا في نفس اللحظه. يا راجل عيب، ما تزغزغش مشاعري بمعسول الكلام. ايه الكلام اللي بتقوله ده؟ زي ما بقول لك كده، مش هسيبك قبل ما تحددي ميعاد الخطوبه. انت ليه محسسني ان انت لسه مخلص جيش وعايز تتاهل؟ استناني لما اشاور البنات. ايه ده؟ وانت لازم تستأذني يا نور؟ طبعا، مش اهلي وناسي لازم يسالوا عليك؟ مش يمكن تطلع شاب ارعن وليك ماضي؟ ارعن وماضي؟ 101 102. لا يا ماما، ده انت شكلك جايبانا النهارده بقى تتسلي علينا. 104. قلت لك ما بحبش القهوه تقيله. والله يا عداله، ماما شكلها مزاجها رايق كده النهارده. ايه ما تتلمي منك ليه؟ الا انتوا فاكريني ايه؟ كائن وحيد الخليه؟ انا انثى لسه في فيحاء الشباب، ومن حقي يبقى في حياتي راجل اكلمه ويكلمني، يدلعني وادلعه، يحاسبني وحزقه. طبيعي خالص. ماما انت بتتكلمي بجد؟ جد طبعا، جواز عندي مأذون وفرح وشبكه ومحبس، واقول له ده لا ده لغايه ما يجي على قدي، واحتمال يبقى فيه فرح وقايمه، وممكن يبقى فيه اولاد كمان. ايه المانع؟ ايه اولاد؟ لا مش احتمال، اكيد كمان. ايه التهريج ده؟ ده شكل الموضوع بجد. ومين بقى ان شاء الله عريس الغفله ده؟ تفرق معاكي ايه؟ واحد مكتوب في بتاعته ذكر، راجل وخلاص. راجل وخلاص؟ يعني ايه راجل وخلاص؟ احنا مش لازم نعرف انت هتتجوزي مين؟ هتجوز راجل طيب قوي، وابن حلال وحنين، هو اقرع صحيح بس وشه بيبي فيس. واول حرف من اسمه حر، هو حر وانا حره. اسمه امجد الحر. يا نهار اسود ومهبب، امجد الحر حمايه؟ ما
معرفش معرفش حماكي ولا مش حماكي، المهم ان انا عايزاه. انت بتتكلمي بجد يا ماما؟ وهو موافق؟ ايه اللي موافق ده؟ موافق ده ماشي ورايا بقاله 15 سنة. مين ده يا ماما؟ حماية؟ مش عارفة اذا كان حماكي ولا مش حماكي. على فكرة بيكتب لي شعر وشعر جاهلي، بس ماشي ماشي ماشي. ايه اللي يخليه مش هيوافق؟ ما يوافقش؟ لا ابدا ما اقصدش، بس يعني هو مش خايف من طنط انتصار؟ نعم نعم. انتصار ايه دي؟ ده مطلقها من 20 سنة، وعلى فكرة هي قناة وخلاص قلبها خلاص، هي قمر صناعي بس أنا بقى قمر طبيعي. لا طبعا أنا مش موافقة على الجوازة دي. أيوة هي مش موافقة على الجوازة دي، وأنا مش موافقة على الجوازة دي، كلنا مش موافقين على الجوازة دي، ولو أمانة موجودة مش هتوافق على الجوازة دي. قومي. وأنا هعمل نفسي عقلة ومش ههرب معاه واتجوزه غصب عنكم. واحد اتنين يا بنات يا اللي ساكنين معايا، حد يجيب ايده، خدوا ايدي يا عيال. يا بنت انتوية يا بنت. لا طبعا انا لا يمكن اوافق على الجوازه دي. عايزه تتجوزي بعد العمر ده كله يا ماما؟ وايه المشكله؟ من حقها تتجوز تاني شرعا وقانونا. يا سلام، لو سمحت يا كريم مالكش دعوه بالموضوع ده، الموضوع ده يخصني انا واخواتي البنات بس. يا سلام، طب بالعند فيكي بقى ليا، والست دي من حقها تتجوز بعد ما ربتكوا وخلفتكوا وجوزتكوا، ومن حقها تلاقي راجل يملي عليها حياتها. كريم؟ مفيش كريم، مش كده ولا ايه يا حماتي؟ قولها تاني. هي ايه دي؟ حماتي حماتي طلع من بقك زي العسل. مش كده ولا ايه يا حماتي؟ الله كروان، عليت في عناية يا كابتن احاسيس، من النهاردة انت اغلى واحد في جوازات بناتي. ربنا يخليكي ليا يا حماتي. جميل، سمع جوزك بيقول ايه؟ على فكرة انا مش جاي اخد منك الاذن، انا عايز اعرفك انت واخواتك ان انا هتجوز. ماما. صحيح العريس مشغت ومقدد، لكن على رأي بندقة خديه مشغت ومقدد عمره ما هيخونك، وإقامته هتتحدد. عسل يا حماتي. صح؟ صح. أبوكم أكيد اتجنن بقى بعدي أنا، وأعوذ بالله من كلمة أنا، بس بعدي أنا يتجوز دي يتجوز دي، يعني هو يصوم يصوم ويفطر على بصلة؟ بصلة إيه؟ دي حقل بصل. وش معنى بابي يتجوز الست دي بالذات؟ إيش معنى؟ أنا كمان مستغرب قوي، بس أنت فعلا يا ماما طلعت صح في كل شكوكك في الموضوع ده، طلع عندك حق. شفت شفت، وانت تقولي لا يا مامي لا يا مامي، ده هو بيعملها كويس عشان تعاملني أنا كويس. طب إزاي ياخد قرار زي ده من غير ما يرجع لنا أنا وانت؟ فين يرجع لكم؟ ايه هو انتوا لكم شخصيه ولا لكم كلمه على ابوكوا؟ ابوكوا ده حويط انا عارفاه، ده يحطكم انتوا الاثنين في جيبه الصغير. هو انا سبته من قليل؟ النور قال. ازيك يا نوال؟ الحمد لله. ازيك استشاره؟ الحمد لله على السلامه يا بنت العروسه. بنت العروسه؟ اه. تقصدي ايه؟ لا مش امك الحمد لله اخيرا لقيت حد يتجوزها ويلمها تبقى عروسه؟ صدق يا شرف دي ممكن تخلف قبلك وتجيب لك نونو صغنن كده يجري عليك يقول لك يا ابله شرف. والنبي يا طنط بلاش تريق. طب والله ما بتريق، مش خطوبتها الخميس الجاي؟ قولي لي هي جابت الشبكه ولا كفايه عليها الكلبشات؟ كفايه الكلبشات. طلع السلالم يا ما شاء الله عليها. يا بشير مبروك يا طنط. مبروك. فرحان ان ابوك خطبوا له واحده لازقه. انا يقولوا لي انت محتاجه نسخن لك الكرسي عشان تفكي، اموت واعرف مين اللي عمل فيا المقلب ده ولزقني اللزقه السودة دي. معلش يا ماما يا حبيبتي، هي دايما كده الشجره المثمره الناس بتحدفها بالطوب. اخرسي اخرسي، انا ارقص في الفرح اللي بتمناه واتنين شايلين لي الكرسي كده.
انا شاكه ان امك ورا الحركه السودة دي ما دام انكسار. ايه يا طنط اللي بتقوليه ده؟ طب والله العظيم ماما كانت قاعده بعيد عن الكوشه، ما تتكلمي قولي حاجه. اتكلم يعني انا اللي بتمدد بالحراره كده ورحت لازقه في الكرسي؟ سكتي جوزك بدل ما اقص له شعره اللي مجنني ده. اسكتي يا عمري مش وقته. انا سكت انا اتكلمت. فين بشير؟ فين بشير؟ يا بشير بشير حمد لله على السلامه والف مبروك. ايوه يا استاذ عمرو هات الرجاله وتعالوا شيلوا. يشيل ايه حضرتك؟ حماتي. هي اي واحده تتخطب تتقلط علينا كده؟ يا عثمان يا ادريس تعالوا بسرعه. يلا تعالوا شيلوا المدام. استنوا استنوا في حد شايفني يا بشير؟ لا هيباركوا لك الصبح يا مدام. يا ماما يلا يلا حبيبي سيب الطبق عايزه اكمل الاكل. معلش امال بالراحه 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 علي. تعال يا تخين انت شيلني انت تعال بالراحه بالراحه يلا رجال يلا رجال يلا مره واحده كده سنه يمين يلا رجال. سنه يمين تعالوا كده طب تعالوا شمال شمال لا انا مش مرتاحه كده لا انا مش مرتاحه كده ايوه 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 كده بالراحه على الموبايل بالراحه على الموبايل ايوه ايوه بالراحه بالراحه شمال شمال ايوه كتفك دخل في زوري تخرب شمال كده يمين ما توجههم يا ابني ما خلاص اهو أيوة. وصل أيوة. بس انزلوا بالمدام هنا لغايه لما افتح لكم البوابه الالكترونيه ايوه انت لسه هتفتشنا يا ابني يلا مين؟ عبد الجبار مبروك يا هرمز. عبد الجبار انت خرجت ازاي؟ ايه يا نور؟ انت كنت عايزين اقعد في السجن طول حياتي ولا ايه؟ خلاص كفايه اللي راح. وجاي دلوقتي عايز ايه؟ احنا هنتكلم على السلم كده؟ ايه يا نور انت خايفه مني ولا ايه؟ ما بقتش بخاف. اتفضل. انا جاي اقول لك الكلام اللي انت ما اديتنيش فرصه اقوله لك طول السنين اللي فاتت دي. وانا مش عايزه اسمع حاجه. لا هتسمعي وغصب عنك هتسمعي. انا ياما طلبت من اداره السجن انهم يبلغوكي ان انا عايزه اقابلك وهم يقولوا لي انك رفضتي. يعني حكمتي عليا بالاعدام من غير ما تسمعي دفاعي يا سياده الماموره. هتقول ايه؟ بريء ما عملتش حاجه. كلمتين خايبين دايما بتقولهم قدام قدام المحكمه. طيب انت ما فكرتيش انا اتمسكت ليه؟ وفكر ليه؟ ما انا عارفه كنت بتهرب 30 كيلو حشيش في عربيتي عشان عارف ان عربيتي ما بتتفتش علشان انا ضابط بوليس. استغليت مهنتي يا محترم. لا يا سياده الماموره انا اتمسكت في كمين معمول ببلاغ عشان عربيتي كنتي فيها مخدرات. لا تفرق تفرق كتير. ده مش معناه انك طول الوقت بتستغلني علشان انا في الداخليه وانت التاجر في المخدرات من ورايا. انت ما بتفكريش ابدا. ما سالتيش نفسك مين اللي بلغ عني؟ ولو بلغ عني ليه بلغ عن عربيتك انت؟ برافو مؤلف والله. هي دي بقى القصه الخايبه اللي قعدت تالفها في السجن عشان تيجي تضحك عليا زي ما طول عمرك بتضحك عليا. لا يا سياده العميد أنا مش مألف قصص. أنا هقولك الحقيقة بس خايف عليكي من عذاب الضمير اللي هتعاني منه لو عرفتي الحقيقة. عذاب الضمير؟ أنت تعرف حاجة عن الضمير؟ كتر خيرك. الحقيقة بقى يا سيادة المأمورة المخدرات دي كانت محطوطة في عربيتك أنتي والبلاغ كان متقدم عنك انتي. يعني انتي المقصودة مش انا. انا قدريا يوميها خدت العربية. فاكرة ليه؟ فاكرة ولا مش فاكرة؟ عربيتك عملت حادثة الصبح وكانت عند السمكري
ايوه كويس انك فاكره. فاكره ايه؟ مال اللي انت بتقوله باللي حصل؟ ايه التخاريف دي؟ زمان وانتي لسه رائد يا سياده العميد كان عندك مسكونه اسمها حميده ابو الفدا، فاكراها ولا مش فاكراها؟ ارجوكي افتكري يا نور ارجوكي. ها يا بت، مش ناويه تقولي برضو مين تاجرة المخدرات اللي كانت بتخليكي تصرفي البضاعه؟ معرفش والله حضرت الظابط معرف. يا بت انت هتستهبلي؟ يا بت قولي بدل ما اقول ان لقيت عندك مخدرات في سريرك والبسك قضيه 10 سنين. انا مش عارفه انت مصره تعرفي ليه وانت ظابط في المباحث. وانت مال اهلك؟ ما تنطقي. ابوس ايدك لو عرفت هتموتني. طب ما تخافيش، كلمي انت بس وانا احميكي برقبتي، بس انطقي. يا نور افتكرتيها؟ افتكرتها. سيدة البرعي تاجرة المخدرات اللي حميدة اعترفت لك عليها، فاكرة؟ ده انت هتشوفي هنا ايام سودة بقى. عايزة تهربي يا بت؟ طب وديني ما انت خارجة من السجن طول حياتي. ههرب يا حضرة الظابط، انا عارفه انك انت اللي جايباني هنا، بس يوم ما ههرب خافي مني بقى. انت بتهدديني يا بت؟ ده انت وقعت ابوكي سودا يا شهوار. تمام يا فندم. خد البت دي شهر حبس انفرادي، مش عايزاها تشوف حتى كف ايديها. تمام يا فندم. يلا يا كحوله. بعد ما هربت من السجن خرجت تنتقم، بعتت لحميده واحده سمتها جوه السجن وحطت مخدرات في عربية الرائد نور عز الدين، راح فيها ظلم جوزها المهندس عبد الجبار، وفضل طول الوقت ده مراته فاكرة انه تاجر مخدرات. وانت جبت المعلومات دي منين؟ بعد الحكم بثلاث سنين كنت قاعد في السجن مش عارف انا هنا ليه. ربنا بعت لي جوز حميدة قال لي على كل حاجة. يا نهار اسود، انت متأكد ان اللي اسمها سيدة البرعة دي هي اللي حطت المخدرات لمراتي نور في العربية؟ زي ما وصلت اشجال للسجن سمت مراتي حميدة الله يرحمها، وحرقت قلبي عليها ويتمت عيالي. عيالي اللي عايشين دلوقتي من غير أمهم اللي ماتت ولا أبوهم اللي مرمي في السجن. أنا لازم أطلب مراتي نور، لازم أطلبها تجيلي أكلمها، لازم تعرف الحقيقة، لازم. أنا في كابوس، أنا بحلم، أنا مش مصدق. ما هو أنا عشان كده كنت خايف عليك من عذاب الضمير. طب الراجل جوز حميدة دي هو فين؟ والله لحسن الحظ إنه لسه عايش موجود في السجن، فاضل له سنة. روح اسأليه، اسمه شحتة عربي مكروم. طب ليه ما شاهدش لصالحك؟
لأنه كان خايف يتقتل زي ما قتلوا مراته. بعد ما أقنعته والنيابة حاولت تجيب الشاهد اللي هو استشهد بيه، لو اتقتل في عملية مخدرات واتدفن دليل براءتي معاه. مش قادر أصدق، مش قادر أصدق، مش قادر أصدق. نور، أنت مش قادرة تصدقي ولا مش عاوزة تصدقي؟ الاتنين، الاتنين. يعني لسه مش واثقة فيا؟ نور، أرجوك تصدقيني، أنا مش عايز حاجة في الدنيا كلها غير إن أنا أشوف بناتي شرف وعدالة وأمانة. بناتك؟ قصدك بناتي؟ عايز تشوفهم؟ أشوفهم؟ تشوفهم إزاي؟ نقول لهم إيه؟ معرفش، نقول لهم إن أنا أبوهم. معقولة؟ معقولة أكون أنا بالغباء ده؟ معقولة عشت العمر ده كله وأنا مش عارفة الحقيقة؟ طب إزاي؟ معقولة الحقيقة تطلع القصة الساذجة اللي سمعتها دي؟ إزاي أنا أعيش وفي واحد بريء مسكون بسببي؟ لا، والواحد ده ميت، جوزي وابو بناتي واكتر واحد حبيته في الدنيا. لا، وفاكر ان هو اللي خدعني، اتارينا انا اللي ظلمه ودايس عليه، دايس عليه برجلي ومش حاسه. لا 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 لا، فوقي أكيد جاي يضحك عليكي. أكيد أكيد. طب لازم أروح لجوز حميدة وأسمع منه وأعرف الحقيقة؟ لازم 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 بص بقى، دول 7 سلالم هننزلهم واحده واحده. طب عد معايا، 1 2 ايوه. اوعى تفتح عينك، شايفين؟ طب احنا كده في 3 ولا 5؟ لا، انزل انزل، خلاص اخر واحده. هنمشي. ايوه، استنى بقى هنا. ايوه، نط بقى، يلا نط. اهو اهو. ايوه ايوه، تعالى. ها ها يا حياتي. استنى، هنام والنعمه. لا لا، خلاص خلاص خلاص. نزل ايدك اهو. بص ايه، بص على العربيه دي. ايه ده؟ الله، انت جبت عربيه جديده ولا ايه؟ لا، دي عربيه واحد انا بحبه وما اقدرش اتخيل نفسي ابدا عايش في يوم من غيره. حبيبي، دي هديه عيد ميلادك، كل سنه وانت طيب. عربيه مين دي؟ انت. انا؟ ومين قالك تعملي حاجه زي كده؟ عادي يعني يا ابراهيم، واحده بتهدي جوزها يوم عيد ميلاده، وبعدين دي عربيه يوزد اصلا. وفي واحده تهدي جوزها يوم عيد ميلاده بعربيه؟ وفيها ايه يعني يا ابراهيم؟ طب ما انا لما باجي افكر اجيب هديه ايه لواحده صاحبتي بشوف ايه اللي ناقصها. بالك بقى انت جوزي وحبيبي، ما جبلوش حته عربيه صغيره زي دي. مين قال لك ان انا محتاجه عربيه اصلا؟ عادي يعني يا ابراهيم. لا مش عادي. هيام، هديتك دي مرفوضه. مرفوضه. ماشي، مفتاح العربية دي خديه معاكي، خليه، والعربية دي تبعيها، تخلي فلوسها في البنك معاكي. ماشي. بص يا هيام، أنا ما ينفعش أقبل منك العربية دي. قولي ليه؟ 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 عشان أنا يوم عيد ميلادك ما ينفعش أجيب لك هدية زيها أو أجيب لك عربية زيها، عشان أنا ما أقدرش أعمل كده. على فكرة إبراهيم، أنا ما بفكرش على فكرة. خلاص 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 خلاص، الموضوع خلص. عربيتك أنت عندك هناك أهي، وأنا أروح أركب تاكس وأروح شغلي. أوكي؟
ما تفتحيش الموضوع ثاني ابدا يا هيام من فضلك. طيب خلاص تعالى وصلني. لا يا حبيبتي يلا اتفضلي. وهو فين ده يا ماما؟ خبيته في شقه، قصدي قعدته في شقه شرف، وهو نفسه يتعرف عليكم. اهو جه اهو. تقابلي كويس. حاضر يا حبيبتي. انا معلماكي ايه؟ بلاتي تقابل الضيوف كويس. اتفضل يا سالم يا ابن عمي اتفضل. اهلا وسهلا. مساء الخير. مساء النور، ازي حضرتك؟ سالم عز الدين هنا. ابن عم نور. طنط حكت لنا عن حضرتك. اهلا بيك. منور الدنيا. ازاي حضرتك يا انكل؟ اهلا اهلا. عداله بنتي. عداله. عداله يا سالم. عداله. ايوه. ازيك؟ الحمد لله. ازاي حضرتك؟ حبيبتي كبرتي قوي. ميرسي، متشكره. ربنا يحرسك يا بنتي. ربنا يخليك يا انكل. عاوزه تفضلي. شكرا. تعالي اقعدي هنا جنبي. ليه بقى؟ بقولك يا طنط ايه؟ هو في ايه بالظبط؟ مشاعر يا ابني، مشاعر. اصله بيحب بناتي، هو ما خلفش بنات فبيحب بناتي يعني. وحضرتك بقى بتشتغل ايه يا انكل؟ انا مهندس زراعي. والله زي شرف يعني، شرف اختي. وبابا كمان الله يرحمه على فكره. ايوه حبيبتي، انا زي بابا الله يرحمه. الله يرحمه. هاي يا حبيبتي، عامله ايه؟ الحمد لله كويسه. قولي لي اخبارك انت ايه؟ الحمد لله. بصي بقى، انا كنت عايزاكي في موضوع مهم قوي. حلو، خير. شوفي بقى، انا قررت خلاص ان انا لازم افتح قناه للدراما، مسلسلات وبس. فيري جود. كل القنوات بتعمل كده، وبعدين انت مش اقل من القنوات الكبيره دي. بس عندي مشكلة دلوقتي، أنا إدارة قناتين مع بعض هيبقى ضغط عصبي وشغلي، أنا مش هستحمل أقدر أعمل أدير محطتين مع بعض. طبعا يا مامي. طب ما تجيبي حد يساعدك. أجيب إيه؟ أجيب ما يبقاش عندي بنت شحطة طويلة عريضة وبعدين أجيب حد من بره. إيه رأيك لو أنت بقيتي رئيسة القناة؟ مامي يا حبيبتي، أنا عارفة أن أنت هتجيبيني برضو تتكلمي في نفس الموضوع بس بشكل تاني. بشكل تاني ايه يا بنت؟ الله، بقولك ده مشروع كبير، يعني هنحط فيه ملايين، يعني انا هروح احط ملايين علشان اكلمك في انك انت تيجي تشتغلي عندي هنا في المحطه. مامي انت جايباني عشان تقعدي تتكلمي معايا في الموضوع ده، وانا هتكلم معاكي بصراحه. انت جايباني عشان تقولي لي سيبي شغلك وتعالي اشتغلي معايا لغايه اما القناه تفتح، وطبعا القناه مش هتفتح ويطلع الموضوع فيك ويبقى كله جر رجل. ايه ده يا هيام؟ هو أنا في نظرك كده؟ إن أنا كدابة وخداعة؟ سوري يا مامي، أنا ما أقصدش. أنا فاهمة كويس إن أنت بتعملي كل ده عشان أنت بتحبيني أنا وعمرو نكون جنبك، بس لما أنت عارفة إن أنا عايزاك أنت وأخوكي تبقوا جنبي، أمال بتحرميني من كده ليه؟ ليه بتبعدي عني؟ ما دام انتصار في الملف. تعالى يا إبراهيم أدخل. لا تمام حضرتك، خلصي مع هيام وأنا بقى جوه التاني. وقت تاني إيه؟ هو انت ايه، مش عايز تقعد مع مراتك ولا ايه الحكايه؟ وما اقعدش مع مراتي ليه يعني؟ ازاي انتوا شكلكم كده متخانقين مع بعض ولا ايه؟ شوفوا، انا وعدت نفسي انا ماليش دعوه ابدا بحياتكم الشخصيه، ماليش دعوه ولا اتدخل ولا انتوا تصرفوا نفسكم، انا مش عايز اعرف. لكن هو حصل ايه؟ مفيش حاجه خالص يا مامي، انا وابراهيم مفيش اي حاجه ما بيننا غير كل حاجات حلوه، وبعدين احنا متفقين مش هيبقى في بينا مشاكل ابدا. يا رب دايما. طيب انا هستاذن انا وحضرتك لما تخلصي، انا في المكتب. الواد ده مضايقك في ايه؟ قوليلي وانا اقطم لك رقبته. مزعلك في حاجه صح؟ رغم ان انا ما بحبش احكي اي حاجه حصلت بيني انا وجوزي، بس انت بالذات يا مامي لازم تعرفي ايه اللي حصل من ابراهيم، عشان انت لازم تغيري فكرتك عن ابراهيم. عارفه حصل ايه؟ احكيلي فضفض يا حبيبتي. تمام يا فندم. تمام يا فندم. تعالى يا شحت، روح انت مجاهد. حاضر يا فندم. طيب انا هستاذن حضرتك يا سيدي، تتكلمي مع براحتك. كتر خيرك سعادتك. تعالى يا شحت.
تعبناك سعادتك. هو حضرتك عايزاني انا؟ ايوه. تفتكر كده واحد كان مسجون معاك من زمان اسمه عبد الجبار؟ يبقى حضرتك العميده نور. انت تعرفني؟ ياه ده حضرتك اتاخرتي قوي. معلش كل شيء باوانه. عايزك تفتح لي قلبك كده وتحكي لي كل حاجه لو سمحت بالتفصيل. هحكي لك. ستي دي انا بدات اخاف منها بجد. في حاجات مش لازم تعرفيها. داري على شماتك تيدي يا اخي. الوليه دي مسجله خطر. انت بتتكلمي بجد؟ لو اولى ان حد يعرف تبقى نور. ايه يا ماما مالك؟ وجالها منين المرض المعدي ده؟ انا موضوع الجواز ده نسيته خالص. الجواز مش بالعافيه. ازاي تجرحيني كده؟ وهون عليكي برضه يا سوسو. انا اتجوز في السر؟ باني على حقيقتك ما هو الاصل غلاب. انا بحمد ربنا ان انا جنبوكوا بس. انا مستقبلي راح. يا ريت تكون محضر خير. هنعمل ايه بقى في موضوعنا؟